هلأ وقتها أنه نجمع الشبيبة على قلب واحد، هلأ وقتها أنه نعرف بأي طريقة نكون حدهم، بأي طريقة نخليهم ما يفقدوا الأمل بكل هالظروف الصعبة يلي عم يقطع فيها البلد. بختام الشهر المريمي كتار عم بجربوا يجمعوا الشبيبة حولهم، ولكن في إيفنت كتير مهم رح نحكي عنه أكثر مع مؤسس ومدير جوقة سانكتا ماريا جميل توفيق. صباح الخير، أهلا وسهلا صباح فيك. الخير ماريا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. نحن مش من زمان التقينا وخبرتني أنه رح يكون صح. في كونسرت عم تشتغلوا عليه ورح يكون كتير كبير، خبرني أكثر تفاصيل. أول شيء أي متى رح يصير هيدا الكونسير؟ صحيح، نحن من هديك المقابلة لليوم بلشنا نشتغل، صرنا حوالي شهرين تقريبا عم نحضر لكونسير. مبدئيا رح يكون بمدرج الروماني، أوكي، بزوق مكايل. هيدا الحدث هو عمليا رح يجمع شبيبة لبنان كلهم حسب ما نحن عملنا دعواتنا، وهذا الهدف لحتى نجمع هالشبيبة بلقاء كله فرح بهالأيام اللي كلها شوي سوداء. وعم نجرب انه نعمل هالدعاية وين ما كان لحتى نوصل لأكبر عدد ممكن من شبيبة لبنان. حلو كتير. اي متى اول شيء التاريخ تبع الكونسرت؟ التاريخ رح يكون نهار الجمعة الأسبوع الجاي، الأسبوع المقبل، ب 27 أيار على الساعة 8 مساء بالمدرج، على المدرج الروماني. قد ايه اليوم جميل من خلال هالتراتيل، من خلال هالصلوات، من خلال هالصوت الواحد، عم تقدروا عن جد انكم تزرعوا الأمل بقلوب هول الشباب؟ شوفي، نحن ماريات نحن بنلاقي هالشيء ثماره بالشهادات الحياة اللي بنسمعها. يعني اليوم نحن لما بنحط شيء على السوشيال ميديا او بيكون عندنا اي نشاط او حتى بس نخلص حيلا نشاط عندنا اياه، بنسمع ردود فعل نحن ما بنبقى موقعينها. هذا الشيء اللي بحفزنا وبيساعدنا اكثر انه حلو نعمل هذا العمل او على طول نشتغل هالعمل. فاكيد في ثمار، واكيد هالشيء عم بيلاقي يعني وقعوا عند كل الشبيبه من وراء، ونحن بنلمس هالشيء بالكومنتس بكل شيء عم نتلقاه من بعد ما نعمل هالاعمال. شو رأيك هيك نسمع شيء ونرجع نكفي؟ لأنه أول شيء بدي أقول صباح الخير لكل الشباب والصبايا يلي هني موجودين معنا اليوم، كمان هني خليني أقول عينة كثير صغيرة من الكورال يلي رح يكون موجود. رح نحكي أكثر هلأ عن العدد يلي رح يكون. تفضلوا، مرتل أنت البسمة. يلا بعد مزيد.
ما في الواحد عن جد غير ما يبتسم من بعد ما يكون معكم، من بعد ما يسمع اصواتهم، من بعد ما هيك سبحان الله في سحر كثير حلو عندكم بهيدي الجوقه. هلا كنت عم بقول انه عددهم كثير قليل عنا لانه ما فينا اسم الله نجيب 50 و20 عازف رح تكونوا الاسبوع اللي جاي. ان الله راد رح يكون العدد الكامل 70 شخص، 50 مرنم و20 عازف، 20 الاوركسترا رح تكون. أوكي. رح نعمل العمل كله لايف اكيد. نحن يعني هالشبيبه اللي قدرنا مع سنين نجمعهم ويضلوا ملتزمين بهالرساله كان عمل كثير لحاله انجاز. ايه بده يعني نعمه خاصه. صحيح. لانه بهالايام صعبه تقدر تجمعي شخص 70 شخص بعمل مجاني هن عم بيقوموا فيه وبشكل مستمر، مش انه صحيح. عمل مره واحده او نهار واحد. صحيح. بالتمارين لانه هالموضوع بياخذ كثير طب تحضير. بده وقت، بده تحضير. صح. بده شغل، مش انه تقوموا طلعوا على المسرح من أيوة. منرتل ترتيلتين ومنخلص. والمشكله انه بهالايام يعني بسبب اكيد المواصلات والغلاء المعيشي الاساس اصعب بكثير عم بتكون. هيدي يعني. نعمه هيدي وهن وهيدي قناعه منهم بهالرسالة وبهالمسؤولية. أنا هيك سؤالي لك رح تكونوا ساعتين، حوالي ساعتين تقريبا. صح. لايف مع الناس وهي الدخول مجاني، أكيد بدعي الكل أنه يشارككم الأسبوع اللي جاي. اليوم هيك ما بتفكر جميل تنوع شوي بالريبرتوار؟ يعني اليوم لما بتكون أوكي عم نختم مع شهر العذراء، عم بتكون تراتيل وهيك، ليش مش هيك أوقات بتطعمها بأغاني وطنية؟ ما بعرف ليه هيك خطر لي أسألك هيدا السؤال. نحن من اول رسالتنا، بدايه رسالتنا كان الهدف كان واضح. يعني في كثير جوقات اليوم بالبلد وفي كثير جماعات هيك وفرق موسيقيه عم بيعملوا شيء كثير حلو. أوكي. بالبلد نحن اخذنا هذا الاتجاه. تفضلت تختار انت الخط اللي بيشبهك. صح، لانه نحن اكثر كان الهدف الرساله من اساسه كان بميديغوريا وقت حكينا. صحيح صحيح. فكان شوي مع الشبيبه بهدف روحي. أوكي. بس مش غلط لانه كمان نحن يعني حابين نوصل لوقت نصير نغني وقلبنا هيك نابض بفرح للوطن ولكل الامور الثانيه التراثيه. يمكن بعد خلينا لما بيجتمعوا مع بعضهم بتطلع حلوه كثير. هلا عم نصلي نحن بس يمشي الحال وكله تمام نرجع نصير نغني 100%. خلينا نصلي ليزبط البلد لنرجع مثل ما بيقولوا نفكر بالامور الثانيه. على كل حال مش بس هيدا النشاط الوحيد، رح نحضر برومو صغير ونرجع نكفي انا وياك. صحيح. يلا جميل. قد ايه لكم ما عملتوا هيك نوعية لقاءات واجتمعتوا هالقد مع ناس؟ تعرف كان البلد مسكر، كان لنا سنتين كل حدا عايش ببيته، فهيدي رجعة من بعد فترة طويلة؟ عمليا لا، لانه نحن كنا استمرينا بهالظروف كلها الصعبه بس اكيد بعدد اقل من النشاطات. هيدا اللي بدي اقوله. يعني اليوم انت ما رح تتخيل يمكن عدد الناس يلي رح تتوافد الاسبوع اللي جاي. مزبوط. بس نحن يعني بعد خبرتنا هالسنتين كنا عم نشوف انه الناس صار عندها عطش اكثر. طبعا يعني بس نعمل نشاط نلاقي انه في عدد اكبر بكثير ما كنا موقعين. هلا هيدا النشاط تحديدا، هيدا الريسيتال اللي عم نعمله هو الاول من نوعه. يعني نحن ريسيتال موجه للشبيبه، وبما انه سالتيني قبل شوي صغير عن تنوع عملناه مش بس بترانيم نحن من ريبرتوار الجوقه، حتى عملناه بقصص شوي انترناسيونال شوي وعملنا عالمية. ايه وعملنا شوي دعوات. صحيح. باردون. بلغات مختلفه يعني ايه. حتى ترتلوا بالعربي وبالانجلش وفرنش وايطاليان. يعني رح يكون منوع وكمان من يعني نقينا من جوقات عالميه ومن لقاءات عالمية بعض الترانيم المعروفة اللي بيحبوها الشبيبة. أوكي. وبنفس الوقت موقعين يعني حسب ما هلأ عم نتلقى كمان تأكيد للحضور من كتير جماعات من لبنان. موقعين يمكن نوصل حوالي 1500 أو 2000 شخص. واو. بهالأيام اللي شو حلو.
كنا مش قادرين يمكن حتى 300 400 صح. شخص نجيب على الكنيسه يعني صح. فهلا بهالكونسير عم نسمع كثير ردود ايجابيه. طيب بنسمع شيء وبنرجع من يلا. كفة. تعرفت على أسمائهم للشباب، بتعرفوني عن حالكم؟ بونجور. بونجور. جوي كيروز. جوي. ماريبال سعادة. كريستال سيادة. جورجات سفير. يوسف رحمة. مرسي لكم ومرسي لحضوركم اللي كتير حلو معنا اليوم، نورتوا هيك الاستوديو وعطيتونا طاقة كتير إيجابية هيك الصبح. اللي عرفتوا إنه شبيبي مش بس من لبنان، رح يكون في كمان من مختلف العالم العربي، كان في دعوات لأوروبا وما حدا بيعرف يمكن بآخر تكة يلبوا الدعوة. صح، نحن عملنا هالدعوة لأنه كنا عم نحضر لهيك نشاط يستمر على 3 أيام، ومثل ما هن بيعملوا مهرجانات ونحن دعينا عليهم، دعيونا عليهم يعني. وكنا شاركنا بكذا دولة بأوروبا، وكمان شاركنا مع جوقات من العالم العربي بلبنان. حبينا نرجع يكون هيك لم الشمل لنصلي كنا صح. عملنا هالدعوة وعملنا كمان نداء للدول العربية، خاصة عم نحكي نحن سوريا، العراق، الأردن، مصر. وصار في تجاوب يعني، ونحن بانتظار حلو. كمان يشرفونا حلو. ورح نهتم فيهم كمان رح يكون هيك بنهار الكونسير اللي هو الاسبوع اللي جاي نهار الجمعه، رح يكون في كمان هيك وجود ل Children of Mary. انا بعرف انه هيدي الجماعه يلي هي يمكن موجوده بطريقه خفيه، بطريقه مش الكل يمكن بيعرف فيها، ولكن حد كثير من العائلات ومن الجامعات، وكمان رح يكون لها هيك بصمه خاصه بهيدا النهار. صحيح، نحن اغلب نشاطاتنا عم تكون بمشاركه الجماعه Children of Mary مع خينا ايدي هريش اللي عم يهتم فيها. هالجماعه عم تعمل عمل عظيم، بس نحن يمكن ما كثير، هو ما كثير بيحب يحكي، بس نحن عم نخبر هالموضوع. عم بيرافق كثير عائلات بهالايام عندها حاجه وعوز، من خلال مساعدات، من خلال بفايات اكل، من خلال تقديمات عم بيصير كالبسه، ادويه،
بهيدا النشاط تحديدا ما حبينا بس نكون عم نفرح الشبيبة، كمان هالعائلات رح تكون فيهم دعوة خاصة لحتى يكونوا عم بيجوا بيحضروا يفرحوا معنا بالرب، وبنفس الوقت يكونوا عم بيشاركوا بهالعمل الرحمة يلي عم بتهتم فيه جماعة Children of Mary. فإذا أنا بدعي الكل يلاقيكم الأسبوع اللي جاي نهار الجمعة على المدرج الروماني بزوق مكيل مثل ما عم نشوف البوستر ابتداء من الساعة 8 صح، انتم كونوا قبل يعني ما ينتظروا لاخر الدقيقه يعني كونوا موجودين صح. قبل وهيك بتختموا بطريقه كثير حلوه شهر العذراء مع كل هالناس يلي هي متعطشه عن جد للامل للروح الحلوه للكلمه الحلوه، خاصه مع كل هالشبيبة اللي بجننوا يلي هن موجودين معكم. يعني كنت بحب بعد اسمع كثير ولكن نظرا لضيق الوقت مش رح نقدر. ان شاء الله هيك بالايام اللي جايه نضلنا على تواصل ونضل هيك نضلكم منورين اول شيء الجديد ومنورين كله بصوتكم وبحضوركم. شكرا كثير لك جميل توفيق.